تمت النيابة العامة المرافعة ديالها وانهتها وتقدم طلب استدعاء شهود بصوت مذكرة، وتأخر الملف اليوم الجمعة على ان تعطى الكلمة للطرف المدني بخصوص الرد من اجل طلباتي بخصوص طلباته، تقدم طلب على تأخير الملف اليوم الثلاثاء المقبل، كما تقدم دفاع المتهم بنفس الطلب اليوم الثلاثاء المقبل. النيابة قالت لهم احنا ملزمون بالتفاة القضية طبق القانون الجنائي الذي ينص على ان هذه القضايا يجب ان تتفع بجهد السرعة. المحكمة قررت تأخير الجمعة. هذه الجلسة عرفت ردود او يعني مرافعة النيابة العامة في اطار الرد على مجموعة من الدفوعات الشكلية التي اثرناها كدفاع. طبعا كما تتبعتم من خلال يعني معرض مرافعة النيابة العامة، يعني نحن كدفاع سنتولى في الجلسة المقبلة التعقيب على الدفوعات التي نعتبرها طبعا هذه الردود لم تقنعنا سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية. طبعا التعقيب عليها سيثير مجموعة من النقط القانونية التي توضح وتبين بالملموس صحة ما أثير بشأن الخروقات الجوهرية التي شابت الإجراءات المسطرية في هذا الملف. طبعا يعني الدفاع لما أثار دفوعاته الشكلية يعني كان يعني متيقنا ومؤسسا لها من قبل، ويعلم يعني المستندات والقانونية. لحد الآن أنا كدفاع لم أقتنع بالتعليلات أو الحيتيات أو المبررات التي صاغتها النيابة العامة في إطار أو في معرض دفاعها عن صحة الإجراءات المسطرية في هذا الملف.